السلام عليكم، انا اميمه اللي نشرت واحد فيديو هذه السيمانه تقريبا على اشواق تي في. بالنسبه لديك الفيديو اللي نشرت ايه ما كانش شي حاجه كذوب، كان كلشي بصح. موضوع الفيديو كان على واحد الشخص اسمه يوسف، كنت كنت كنبغيه بزاف، وكنت اي حاجه كنعمل على قبله بحق ديك الشيء كان قديم، يعني مجرد تفكير فكرت فيه وبغيت نعاود القصه. وصراحه ما عاودت القصه، صراحه كنصدم في الاخر، يعني بالنسبه للناس ديال الحومه واللي معاهم كيقولوا هضره ناقصه، يعني ديك الهضره انا ما كنرضاش كبنت، ويعني الكرامه ديالي انا عزيز عليا. صراحه عمل ضجه كبيره ديك الفيديو. صراحه ملي كندخل ملي كنمشي شي بلاصه كيبغيو كيقولوا هذه هي العائله اللي كتصاحبه مع يوسف. المهم بحال هذا، انا صراحه الكرامه ديالي عزيزه عليا، وما كنبغيش اي واحد يهضر لي في الكرامه ديالي، وداكشي علاش كنقول للناس سيفو بلي عافاك، هاد المره قبل ما تهضروا قبل ما تعملوا شي حاجه حاولوا تعرفوا شنو هو الموضوع، واش قديم ولا جديد، يعني ماشي غير اجي وهضر. وصراحه صح الهضره ديالي، الهضره ديالهم كيقولوا انا بغيت يوسف، يعني بحال هكذا، واخا هما ما عارفينش شنو كاين، راه يعني اي واحد في الدنيا غلط وبغى، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ما كاينش شي واحد في العالم اللي ما بغاش ولا ما غلطش في حياته. يعني كنفضل واحد الحاجه، ان قبل ما تهضروا على الناس ولا تقولوا شي حاجه، الله يرحم الوالدين، عافاك عفوا علاش كيهضر، و يعني واش اللي كاين، يعني وعاد تهضروا على الناس، يعني حشومه تهضروا على الناس وانتم ما عارفينش شنو كاين. اي كنت كنبغي واحد العائل اسمه يوسف، اي كنت كنبغي حق، دابا ما بقى بيني وبينه والو، سالينا وعادي، يعني دابا اصدقاء، مجرد اصدقاء. هاد قصه قديمه، اي قديمه. وصراحه مين شارت عملت ضجه كبيره، و وصراحة ندمت حتى عاودت القصة هادي. صراحة كيحسوني بتأليف الضمير، يعني وندمت حتى نشرت هاد الفيديو، وصراحة ندمت بزاف، يعني واخا المغاربة ديالنا النص كبير ما كيتفاهمش الموضوع. واخا بارطاجي القصة ديالي، يعني بارطاجيتها، وصراحة بارطاجيتها، وديك الساعة كنت عادي، كان عادي. بحق عملوا لي ديك الضجة، صراحة كرهت حياتي وكرهت شي حد اسمه يوسف، والله لا ما بقيت كنبغي حتى شي واحد في هاد الساعة، صافي ما بقيتش كنبغي أنا. شوف كنحاول نقول لهم الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، عافاك، فهموا الموضوع علاش كنهضروا، وفهموا شنو هي القصه، وديك الساعه تهضروا على الناس، يعني ماشي غير اجي وهضر. وكنشكر اشواق تي في على المبادره ديالها معنا. يوسف تفرج في هذا الفيديو وجا عادي، ما عادي جا، هو اصلا شكون عرف بلا هو اصلا مسقتلو، قلتو ماشي انت. صراحة هو عرف، يعني بحق انا قلتلو ماشي عليك، انا داكشي كيبقى قديم، دابا حنا مجرد اصدقاء فقط. لا جا عادي، لا ما عندو شي دخل، لا العفو. كنشكر اشواق تي في بزاف على المبادره ديالنا، صاحبك الجنه. اشترك الان في قناه اشواق تي في
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.